شيع الثلاثاء إلى مثواه الأخير في مقبرة أبو حربة بالعاصمة عدن جثمان فقيد الوطن عضو المحكمة العليا القاضي فهيم الحضرمي بعد الصلاة عليه في مسجد العادل بمدينة إنما بمديرية البريقة. وكان جثمان الفقيد القاضي فهيم الحضرمي وصل إلى العاصمة عدن قادما من العاصمة المصرية القاهرة بعد أن وافاه الأجل مساء الأحد الماضي. وتقدم المشيعون رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن طالب ورئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي العوش وعدد من أعضاء المجلس والقضاة والقيادات المدنية والعسكرية والمسؤولين.